الأخت سكينة من مدينة سالة. السلام عليكم سكينة. عليكم السلام أخت سناء. صباح الخير والرزق والتيسير. كيف صحتي لاباسي عليك؟ الله يبارك فيك سكينة. وانت يا لاباس؟ كيف باهية لاباسي عليها؟ الحمد لله ربي يخليك. الحمد لله عواشركم مبروكة. ولكذلك إن شاء الله. شكرا سكينة وتنتيا بأحلى المتمنيات يا رب. آمين يا رب. شكرا. عندي ليك بانات بالشوكولا ودي شوسون. باش نبدا لك؟ نبداو بالشوسون لانه كان طلب من عند الاخت البارح مستمعه اللي كانت كتطلب منكم تفيدوها بهذه الوصفات. كنذكر كانت طلبات لي شوسون لي بيتي با وكذلك داك القريشلات كاع الامور اللي ممكن نستعملوهم مثلا في الفطور. اي اذا نبداو بالشوسون. هذه الشوسون ممكن تخرجي منها كرواسه. واخا اذا نبداو معاك هذا شوسون. اذا غيكون مالح او حلو؟ حلو مالح بجوجو من نفس العجينة كتخرجي منها حتى كرواسة. واخا انتي كناخدو نص كيلو ديال الدقيق، جوج معالق حليب غبرة، نعم، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال سنيدة، خميرة حمراء وشوية خميرة معجونة، معلقة ديال الزيت ومعلقة كبيرة ديال الخل. نعاود معاك المقادير. نص كيلو ديال الدقيق، جوج معالق ديال الحليب غبره، ملحه، معلقه ديال سنيده، خميره حمراء، خميره معجونه، والخل والزيت. والزيت شحال قلنا؟ الزيت غير معلقه صغيره. واخا. والخل حتى هو معلقه كبيره. نعم، حيت كل ما درتيه فيها كيجي مفشفش. اييه. والماء دافي باش كتجمعي العجينة. كتجمعيها حتى كتجمع لك مزيان وكتعجنيها مزيان الكيرة باش كتذوب فيها ديك الخميرة. وهذا وكتزيدي لها ثلاثة معالق كبار ديال الزبدة. إييه. هذا معلقة معالق الزبدة غتجمعيهم غير بيديك. ما ديري لا من ديك لا حتى شي حاجة، غير بيديك هكا بشوية بشوية ما دلكيهاش. نعم. حتى كتذوب فيها ديك الزبدة كاملة باش كتعطينا بحال هذه المورق. واخا. وهاد العجينة نفسها كديريها على الكرواسة. ومين كتبغي ديريها على الكرواسة كتلقيها بالمدلك، كتقطعيها على شكل مثلثات. وكديريها في الجنب العريض هو اللي كديري فيه الشوكولاط. وكتبغي تبرميها باش كتجيك على شكل هلال. وكدهنيها بالصفر البيض والخل باش كتحمر لك في الوجه. هادي ملي كتصوبيها كرواسون بالشوكولاط. اييه. كتجي بحال دوك الهلاليات اللي كيتباعو الناس في المخبازات. اييه. و لي شوسون حتى هي نفس الشيء. هاد لي شوسون بلا ما نقول واقيلا الحشوه. لا عطينا شي حشوه اللي انت جربتيها وعجبتك. واخا اللي كندير انا دائما هي كتاخدي بصله مشلوزه. نعم. وفلفله حمراء وخضراء وصفراء اختياريه الا كان عندك اللي كانت الدار. بدا فلفله ملونه. اييه. زيدي لها الزيت. حتى كيتشحر كلشي. وكتزيدي لها من بعد ابزار والملح. نعم. ومن بعد غتزيدي لها اوراق سيدنا موسى والزعتر. في نفس الوقت ما كتضركش زعما الا فيها شي دام ولا شي حاجه ما كيبقاش. اييه. صحيه في نفس الوقت. نعم. وكتزيدي لها كفته اللي عندك يا دبيبي يا كفته ديال اللحم اللي كان. نعم. وكتزيدي لها شعريه صينيه من بعد ما كتكوني سلقتيها. والزيتون مقطع دوائر. اييه. و الا كان عندك لي شومبينيو تا هو زيديه ليه حتى الاخر باش كيبقى شاد في راسو. اييه. المهم كتاخدي العجينه وكتقطعيها على شكل دوائر. من بعد ما كتكوني تلقتيها كتقطعيها دوائر. كديري الحشو في الجنب غير في النص التحتاني. وكديري في البيض كدهني به الجناب باش كتسدي على شكل بسطام. اييه. وكتاخدي الفورشيط ديها كتقسمي كتقطعيها في الجناب باش كتجي بحال لي شوفون ديال اللي كيتباعو. اييه. وكدهنيها عاوتاني بالصفر البيض والخل وكديري الفروماج محكوك من الفوق. غزالين عندك. واعره وبحال الزنقه فعلا. غزاله رائعه بحال باتريتي هكاك. المهم هادو هما لي شوفون عندي. تبارك الله عليك دانات. سكينه يا ريت ترجعي لينا باش تكملي الشهيوه ديالك ديال الدانات اللي كانت باغا تعطينا. ولكن كنذكر سكينه عطاتنا واحد العجينه رائعه اللي ممكن لالا في نفس الوقت تصلحيها
شوسون مالح وعطاتنا الحشوه مالحه اللي صوبت فيها الفلفله ملونه مشحره مع البصله مع الزيت ومليحه والابزار، وكتزيدي لها الزعتر وورقة سيدنا موسى، ثم كتقدري تضيفي لها شويه ديال الكفته عندك، يا بقري يا لاداند، والشعريه الصينيه شامبينيون والزيتون مقطع، وكيفاش انك من بعد كتعمري وكتلفي ديك العجينه. وطبعا اخر حاجه هو انك كتدهني الوجه باصفر البيض والخل وكتحكي شويه الفرماج على الوجه. نفس العجين اللي عطاتنا الاخت سكينه وراتنا كذلك كيفاش ممكن مستمعاتنا تصوبوه على شكل دي كرواسون اللي هما بالشكلاط معمرين بالشكلاط، كيف ممكن كذلك عوض الشكلاط ديروا مثلا الزبيب او الفواكه الجافه باش ترضيو جميع الاذواق.